جي سي سي أيام قرطة سينمائية هي في الحقيقة المهرجان اليوم عمره 53 سنة مش شوية يعني إذا التراكمات والقدرة العجيبة على التجدد والتجديد يعني ما هذه من أهم الحويج اللي عنا بالنسبة للمهرجان. مهرجان بالنسبة لي هو قسمين، هو قسم للجمهور يعني في برمجة وأفلام وإحنا في المهرجان هذا يبقى عنده خصوصية كبرى، خصوصيته أنه ما يشبهش المهرجانات الأخرين، يعني هو مهرجان إفريقي وعربي أو عربي إفريقي، وكذلك هو مهرجان ذو ثلاثي الأبعاد يعني على المستوى الوحدة ثلاثي القارات، يعني بما أنه عندك إفريقيا وعندك الأمريكا اللاتينية وعندك آسيا، هذوما اللي تنجم تقول يكونوه بالأساس. المهرجان هذا يبقى مهرجان مناظر ذو مسحة نضالية، فيه حاجة الهامة اللي ما عادش موجودة برشا اليوم، أخذ المهرجانات الكل اللي تشابع البعضة. والمهرجان هذا بالنسبة لنا حاجة هامة جدا لأنه هو منصة لتمكين السينمائيين العرب والأفارقة والأفلام العرب والأفارقة باش يخرجوا للنور ويخرجوا للناس سواء عنا احنا في تونس أو في البلاد العربية والأفريقية، وكذلك وبالخصوص بالنسبة للبلاد الأخرى يعني أوروبا أمريكا. وفي السنوات الأخيرة الحمد لله أنه الأفلام نظرا لجودة الأفلام قبل كل شيء ونظرا ممكن للفوكس يعني للمجهر اللي حطيناه عليهم سواء في قرطاس السينمائية أو في أماكن أخرى، الأفلام اليوم ولات تسافر. والسينما التونسية مثلا من السينمات اللي أصبحت عندها حضور متميز بطبيعة الحال في أيام قرطاس السينمائية، وشفتوا اليوم ما مثلا قبل كنا تستنى أيام قرطاس السينمائية باش الفيلم سواء التونسي أو عربي أو أفريقي بعد ما يتعدى المهرجان يولي عنده حضور في القاعات. اليوم حتى من غير المهرجان أصبحت فما حضوض وافرة للأفلام التونسية، الأفلام اللي تتعدى والأفلام اللي تقرب واللي عندها كل الحس نتاع أيام قرطاس السينمائية، وهذا هام جدا. بالنسبة لي النقطة الثانية والمهمة جدا بالنسبة لنا هي ما نسميه قرطاج المحترفين، اللي هو قرطاج بخو، اللي هو حاجة اللي تسمح باش ما نشي فقط موجودين وقت اللي الأفلام تكون حاضرة، باش نكونوا موجودين قبل ما الأفلام تكون مش جاهزة فقط، وإنما باش نكونوا حتى في البداية نتاعها في تطوير الأفلام على المستوى السيناريو يعني من البدايات إلى التكميل يعني وقت الأفلام تكون تقريبا اكتملت يعني مازال عندها شوية كذا باش تظهر للجمهور، وهذا يسمح باش نخليه أنه هالأفلام هذه أولا يشاهدوها العديد من المهنيين اليوم بالخصوص المنتجين الموزعين البائعين تاع الأفلام اللي فوندو انترناسيونو دوك، وهذا يخلي أنه الأفلام هذه عندها حظوظ أكبر أونامو، وهذا الحاجة الهامة يعني قبل ما تخرج وقبل ما تمشي المهرجانات وقبل ما تتعرف ولا ما تعرفش، احنا دورنا ان نعرفوا بها ونخليوها تكون من الافلام اللي يعني ندزوا العجلة معها على اساس انه الافلام هذه تتعرف ويكون عندها مستقبل. بطبيعة الحال فما ندوة دولية وفما حوارات قرطاج وسنة إن شاء الله مع الأكاديمية الفنون باش نعملوا معناها بانيل يعني باش نعملوا حوار حول موضوع أعتقد أنه باش يكون التكوين في السينما والتكوين في السمع البصري، وباش نعملوا حاجة حلوة برشا. إضافة إلى هذا بطبيعة الحال عندك الماستر كلاس اللي هما دروس في السينما، هي التجميع بين الشبيبة يعني الطلبة والمتخرجين الجدد وكذلك أصحاب التجربة والتجربة الكبيرة. إضافة إلى هذا فما الجديد سناس، الجديد سناو أنه عندنا أربع بلدان تكرموا اللي هما نيجيريا
لبنان اليابان وشيلي، معنا أربع بلدان من أهم البلدان المنتجة للأفلام من نوع اللي نحبوه إحنا، وهذو مش يكون تكريمهم على المستوى السينمائي بما أنه مش يكون عندنا تقريبا 10 أفلام من كل بلد، إضافة إلى هذا باش يكون عندنا يعني السينمائيين باش يكونوا موجودين معنا من البلدان هذية، باش يكون حفل في شارع بورقيبة بفرقة كبيرة استعراضية من كل بلد، وكذلك عشاء ولما حول الفنون الطبخ متاع البلاد هذيك. إضافة إلى هذا باش نضيفوا السنة إن شاء الله سكسيون جديد، قسم جديد اللي هو قسم الدياسبورا، قسم الأفلام المصنوعة من طرف الناس اللي هما أبناء أو أحفاد الناس اللي عايشة في البرة من تونس أو من البلاد العربية والإفريقية وعاملين أفلام داخلين في السينما وعاملين أفلام. إذن هذا قسم الدياسبورا باش يكون قسم هام وقسم أعتقد أنه باش يكون عنده مستقبل، لأنه ما الفكرة هذه ما تعملتش بالكل في المهرجانات اللي تقرب لنا ولا تشبه لنا. الحاجة الأخيرة أنه السنة كذلك باش ندخلوا في قلم جديد اللي هو الواقع الافتراضي لا غيليتي فيرتوال VR، هذه معنى كل ما هو ديجيتال وكل ما هو واقع افتراضي وحويج اللي معنى في الاب تو ديت في التكنولوجيات الحديثه، يعني التصوير الافلام 360 بال، يعني انك تبدا قاعد في كرسي وتنجم تتفرج على 63 درجه في وقائع نتاع افلام، فما برشا افلام اللي قاعده تعمل اليوم، فما تجارب حلوه قاعده تعمل. احنا نحب نوريو التجارب هذه، باش نوريوها في زوز اماكن في مدينه ثقافه، في مكان مغلق وفي مكان مفتوح اللي هو شارع بورقيبة. هذوما باش الشبيبه بتاعنا وال الناس اللي يهمهم التطورات اللي موجوده في التقنيات الحديثه في السينما وفي السمع البصري يكون عندهم يلمسوها، يعني ما يشموش فقط يسمع بها. والحاجه الاخيره انه هل في نفس التقنيات هذه نفس التكنولوجيات احنا باش نحاولوا نعملوا اتوليه، باش نعملوا ورشه اللي باش تسمح انه نقربوا الشيء للشباب اللي يحب يعمل، للشباب المتكون في السينما لكن مازال ما عندوش الاليات الكل نتاع الفي ار نتاع الرياليتي فيرتوال الواقع الافتراضي، هذو باش يصبحوا منتجين دونك، وباش نخصوا حتى جوائز، باش نخصوا معناها المسابقات وكذا. دونك هذه السنوات القادمه ان شاء الله باش يكون هذا التطور الاهم بالنسبه لينا احنا على مستوى التقنيات الحديثه. يعطيك الصحه سي نجيب، انا الكلمه الاخرانيه نحبك نجم توجه كلمه للطلاب لي زيتيديون دو لاكاديمي دار كارتاج والا الطلاب بصفه عامه سورتو نتاع السينما، يعني الخبره الكبيره نتاعك شنو تنصح؟ بالنسبة للشباب والشباب اللي قاعد اليوم في طور معناها التكوين واللي يعتبر نفسه تكون، راهو ما تكونش، المكتب يكون يعطيك الأصول الأولى ولا يعطيك لي بروميير باز نتاع انك وحدك، التكوين راهو ما ينجم يكون كان على عين المكان، يعني على في المكان وين فما التصوير وين فما الباسبورد وين فما كذا. دونك انا نقول للطلبه سواء في الاكاديمي دار دو كارتاج والا في المكاتب الاخرين نقول لهم انه راهو باهي برشا انه تتكونوا في المكتب، باهي برشا انه تعملوا استاجات، واعمل استاجات قد ما يلزم، يعني ما تقولش اني عملت استاج ولا اثنين سي كملت، لا اعمل استاج الاول والثاني والثالث والرابع الى انه تحس روحك انت سي، خاطر اهم شيء في خدمتنا هو الجوده، والجوده
راك تنجم تاخذها بطبيعه الحال. فما ناس اللي عندهم الموهبه لكن الموهبه واحده ما تكفيش، لازم التكوين، والتكوين هذاك علاش انا سعيد جدا بالزيتوديو بتاع الاكاديمية كارتاج، لانهم معنا هاو في كانوا معنا في ايام كارتاج السينمائيه، باش يكونوا معنا، باش يكونوا معنا في التحضير، باش يكونوا معنا في الانجاز بيدهم. وهذه الكل يخليني يقول انه ما فهمش نصيحه اخرى نجم نعطيها الا التجربه. يعني تحب تكون مخرج ولا تحب تكون مساعد مخرج، تكون المصور، تكون انجينيور دي صوب، تكون في اي سبيسياليتي تختارها في السينما، راك اهم شيء هو انه تتعلم وتزيد تتعلم وتزيد تتعلم وتزيد تتعلم حتى لين تحس روحك انك وقتها تنجم تقول. ومع هذا حتى ولو تعتقد نفسك انك تكونت، راك مازلت باش تكون. هاني شعرات ابيض ولا زلت الى يوم الناس هذايا مازلت نتعلم. Donc, et ça, c'est très important.